بسم الله. خلينا دلوقتي نرسم سلم بلاي سكراتش، بس قبل كده هبدأ نرسم ايه سكراتش الموضوع. هقول له مثلا انا عايز من انوتيت ريتد لاين للاماكن بتاعت السلم اهوت، وعايز السلم بتاعي هيبقى بالشكل دوت مثلا من هنا لهنا، وأوفست متر، وهبدأ أرسم خط من هنا لهنا، وبعد كده هقول له array تمام، وبقول له أنا عايز أكرره أول واحد وآخر واحد تمام. طيب نقطة المركز تحت مثلا هتبقى فين؟ عايزه بالشكل دوت. دي نقطة المركز تحت هنا ماشي، وعايز يتكرر كم مرة؟ عايز يتكرر 16 مرة من هنا لهنا. تمام. طيب هبدأ وبعد كده أقول له أنا عايز أرسم السلم architecture، واقول له ستير، واقول له ستير وسكراتش. لو انت قلت له ارسم بالراند ده هيرسم على طول، لو قلت له باوندري بقى هيبدا يرسم الحدود الخارجيه بالشكل دوت اهي. وبعد كده هقول له انا عايز ارسم بقى الرايزر درجات السلم، وابدا بقى اختارهم بالشكل دوت. آخر واحد لاحظ إن أنت لو اخترت لاحظ إن أنت لو اخترت أمر من دول أمر الري ما بيشتغلش معاك، فعشان كده احنا مضطرين إن احنا نرسمه منه في الأول تمام. بعد كده تقول له أوكي، وتبدأ تشوف السلم بتاعك بالشكل دوت. تعمل عليه سيلكت، تظهر بقى لي طيب، تقول له انا مثلا مش عايز مثلا رايت السلندر يبقى كلوزد، انا عايز مثلا اوبن، الليفت اوبن، اخفر في الحته ديت، اوكي